الو. الو، ايوه، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك قوي قوي قوي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. اتعرف بيكي، وموضوع الحلقه جميل جدا بصراحه. ما احنا عايزين نجوزكم بقى كلكم، يعني عايزين الناس كلها تنبسط يعني. الله يبارك لك. ربنا يخليك. قولي لي، عندك كام سنه؟ انا 21. 21 سنه، مرتبطه؟ كنت مخطوبه سنه ونص وكتبت الكتاب واتطلقت بعدها بشهر. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ هو انا كنت جايبه الحاجات الاجهزه كل في الاول، في البدايه لما جيت قدمني عندنا هنا، احنا بلد ارياف، فعندنا هنا قالوا له انت على قدك، احنا على قدنا اللي احنا نقدر عليه اللي احنا نقدر عليه. ما اتكلمناش معاه في ذهب ولا قلنا احنا عايزين ذهب كذا ولا عايزين اي حاجه، احنا ما مش مشينا على المبدا ده. فجينا في الاخر بعد ما كتبنا يقول لي انت جبت كام شاشه؟ فبقول له جايبه شاشه، فبيقول لي لا انا عايز شاشه شاشه ثانيه. انتوا بتتكلموا في شاشه التلفزيون يعني؟ فانا بقول له على يعني انا جبت الشاشه على قدنا. قال لي طب نوعها مش حلو، غير لي نوعها. غيرت له نوعها واتصلت بيه قلت له انا غيرت لك الشاشه. قال لي جه تاني يوم ابتديته بيكلمني فبيقول لي الثلاجه مش حلوه، الثلاجه ده انا اخواتي كانوا داخلين بثلاجه مش عارفه كانت قد ايه تحت. فبقول له يعني ايه يعني؟ بيقول لي والله كل حاجه انتوا بقى انتوا ولادكم في ده وكده، وخلف يعني معايا في الكلام وكده. فانا رحت رد عليه وقلت له والله لو مش عارفه كل واحد يروح لحاله. بس بقى الرد بتاعه قال لي ايه؟ انا ما طلعتش من الجوازه دي بخساره. ما هو اساسا داخلها صفقه، يعني واحد اساسا بيتكلم مع خطيبته في شاشه وتلاجه، ومش بيتكلم ان هي ما جابتش، لا عايز يغير النوع، يعني صفقه. هي الناس بقت بتتعامل بماديه كده ازاي يعني؟ ليه؟ انا مش فاهم. طب وبعدين؟ اتفضلي. امال هو داخل بمجهوده الشخصي ولا هو داخل بايه؟ انا عارفه ظروفه. طب يا بنت الناس عارفه ظروفه كمان بيتنك؟ يعني بص، المشكله اللي طول السنه ونص دي انا مقدراك، انا مقدراك طول سنه ونص، انت ما قدرتنيش في الاخر علشان حاجه زي كده. يعني سنه ونص مش شويه. زعلتي عليه؟ زعلانه عليه بصراحه بعد اللي عمله ده؟ زعلانه عليه خالص والله. انت جدعه. والله انت جدعه. عارفه لو كنت قلتي انا زعلانه عليه ومش قادره انساه وانا وانا وانا، انا كنت زعلت منك. انما دلوقتي اقولها لك بقلب، انت بنت جدعه، انت بنت جدعه، عشان بجد قيمتي الانسان اللي قدامك حتى لو كان قلبك دق له في لحظه، واكتشفتي وعرفتي ان هو ما يستاهلش ولا حاجه، وانه هوى هوى لدرجه ان هو هوى ما يستاهلش. انا مستعجب بجد بمنتهى الامانه، الناس بقت تنحى كده ازاي؟